فلسطين تفوقت على أمريكا في ميدان لا غلبة فيه إلا للمتميزين، ولا وجود فيه للفيتو. أحمد هلال بطل العالم للمواي تاي لعام 2023 رفع علم فلسطين عالياً، وحينها صدح النشيد الوطني الفلسطيني ليسكت العالم. للمرة الثانية على التوالي نجاح رياضي عالمي جاء ليقول أن فلسطين حاضرة عالمياً رغم كل محاولات إسكات صوتها. الرياضة الفلسطينية أثبتت وجودها بإصرار شبابها ومن خلال تدريبات مكثفة، فوراء كل بطل عالمي مدرب داعم للحلم. طعم الانتصار نعيشه نحن الفلسطينيون بكل تفاصيله، فنحن من حرمنا الحياة وحوصرت أحلامنا وسرقت فرحتنا، لكن نحن أيضاً من اقتلعنا الأمل من وسط الدمار. هنا العالمية، هنا الأبطال، هنا فلسطين.